اعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو تشكيل تحالف دفاعي وفقا لما ذكره رئيس مالي المؤقت الكولونيل اسيمي جويتا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وتخضع الدول الثلاث لحكم مجموعات عسكريه في اعقاب انقلابات ادت الى مخاوف على مستقبل الديمقراطيه في المنطقه واعلن رئيس مالي توقيع ميثاق يؤسس لما يسمى بتحالف دول الساحل الذي يستهدف انشاء هيكل للدفاع الجماعي والدعم المتبادل بين الاطراف الموقعه وكان رئيس بوركينا فاسو المؤقت ابراهيم تراوري وقائد المجلس الانتقالي في النيجر عبد الرحمن تشياني حاضرين ايضا اثناء توقيع الوثيقه